هنا أرض العراق، باطنها يزخر بالثروات وعلى سطحها يجري دجلة والفرات، لكن العجيب هو حال أهلها، فأغلبهم يشكون فقر الحال وآخرون نازحون أغراب في وطنهم. بعد سنوات طويلة من الصراعات المتعددة، ظن العراقيون أن الدنيا قد ضحكت لهم وأنهم سيستمتعون عاجلا غير آجل بثروات بلادهم. لكن ما حدث كان عكس ما يتمنى الكثيرون، فقد ظل ملايين العراقيين يعانون الفقر والحرمان وغياب الخدمات، وبات بعضهم في معاناة أكبر، رغم أن الحرب على تنظيم الدولة انتهت بهزيمة الأخير قبل 3 سنوات، إلا أن مئات الآلاف من العراقيين لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى ديارهم. ويعيشون مأساة حقيقية بين الحياة القاسية في مخيمات النزوح وآلام التهميش الحكومي.